السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نحضروا هذا الطبق أو الحمالة اللي كنوضعوا فيها مملحات أو الفاكية، كيف ما كنسميهم الفواكه الجافة. كيف ما كتشاهدوا معايا المنظر ديالها أنيق جدا، حضرت معكم جوج أنواع، جوج أشكال، المربعة والمستطيلة. كيف ما كتشاهدوا معايا المنظر ديالها رائع جدا وأنيق، كتحضر يعني صنعية داوي 100% في المنزل ديالكم. من ضمن الأعمال اليدوية اللي كنقوم بها في المنزل ديالنا أوقات الفراغ، كتجي رائعة جدا وسهلة، أي وحدة ممكن توجد هاد الصحون أو الأطباق اللي كنوضعوا فيهم مملحات بالخشب المزخرف. تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر باش نعرفوا الطريقة كيفاش صيبناها، سهلة جدا، والمواد اللي كنحتاجو في متناول الجميع ومتوفرين عند الباعة أي دروغريا. تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر وما تنسوش تدعمونا بلايك وبتعليق البناءة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش يوصلهم كل ما هو جديد على قناة سكينة السورية. ونبدأ على بركة الله ونقولوا بسم الله. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما كيف ما نقولوا المكونات اللي كنحتاجو في هاد الحمالة للحلويات أو الفاكية أو المملحات. عندي هنايا الخشب المزخرف، الوحدة كتباع بربعة دراهم أونص، ربعة دراهم أونص الوحدة، فيها مترو، كتكون فيها مترو نيشان، هما عبار واحد كيكون فيهم كيتباعوا عند الدروغرية اللي كيبيعوا هاد اللي ميغوا والخشب المزخرف. احتاجيت أنا خمسة ديال الحصص، خمسة ديال التروفا يعني فيهم مترو، ربعة دراهم أونص كدير الوحدة، وفيهم أشكال عدة ديال الزخرفة، فيهم هاد الوريدات، فيهم عدة زخرفات كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني راهم متوفرين عند الدروغرية اللي كيبيعوا الخشب مزخرف. قول لهم غير خشب الليزر او مزخرف. عندي هنا صباغه ديال البخاخ في لون الكري، ممكن ديروا يعني ميتاليزي الكري، ممكن ديروا اي لون بغيتوا، ممكن ديروا ذهبي. وعندي هنايا هادو هما اللي غنستعن بهم كرجيلات، هادو البوانيات ديال بلاكارات او المجوره، راهم معروفين عندي اربعه. وعندي هنايا اليدين كذلك ديال المجوره او بلاكارات، عندي هنا زوج، غنحتاج جوج، الثمن ديالهم جوج دراهم ونص او ثلاثه دراهم، ما بقيتش عاقله بالضبط، المهم بين جوج دراهم ونص لثلاثه دراهم. وعندي هنا لي زيستراس، راني درجته معكم عده حلقات، يعني تا هو الثمن ديالو راه في متناول الجميع. وعندي هنا طرونشوا، يعني هاد السكين الماضي راه كيدير 10 دراهم، تا هو كيتباع عند اللي كيدير هاد اللوازم اللي غنقطعوا به الخشب. وبالنسبه للمرايا عندي في العرض 12 على متر، 12 في العرض 12 سنتيم، وفي الطول متر. اول حاجه ملي تبغيو تشريو، شريو المرايا هي الاولى، عاد شريو الخشب المزخرف باش يجيكم قد الخشب، قد الميغوار اللي غادي ديروا عليها الصحن، يعني اللي غديروا عليها تبنيوا عليها هذا الصحن. وعندي هنايا جوج شميعات كيديروا 3 دراهم الوحده، اللي غنا نستخدمهم في هذا البيستولي ديال الشمع اللاصق، هو اللي كنلصق به، يعني هذا هو اللي كنلصق به الخشب مع الزجاج، راه كيلصق يعني ممتاز رائع جدا. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو كيف ما كتشاهدوا معايا، بساط بساط جدا، والثمن ديالهم يعني في متناول الجميع. نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذ المرايه ديالي وكناخذ هذا الخشب وكنعبر عليه يعني القياس ديال الطول والعرض بواحد ستيلو او بقلم الرصاص، ثم كنبدا نقطع داك الزائد، كنبدا نقطعه، كنعبرهم كاملين نفس الحجم، كنعبر الطول اللي غيكون في الجناب، ثم كنعبر العرض اللي غيكون في الجناب ديال العرض، ثم كنقطعهم بهذاك السكين ديال طرونشوا. بعد ما كنقطعهم كنمر العمليه الصبغ. الصباغه كيف ما قلت لكم غتاخذوا هذه، من الاحسن ما تاخذوش اللي بشيته، لان هذه كتيبس دغيا، وعمليه كيف ما كتشاهدوا يعني بسرعه، وكتيبس دغيا وكتسهل علينا عمليه الصبغ. ممكن ديروا اللون الذهبي، انا درت الفضي، ممكن ديروا الذهبي وكتنشف دغيا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنصبغ، ثم كنقلبهم على الجهه الاخرى وكنعاود نصبغهم. راه كينشفوا دغيا على فكره بهذا البخاخ، هذه الصباغه ديال البخاخ كدير 15 درهم حتى ل 20 درهم على حسب لا مارك، انا خديتها ب 15 درهم. كنصبغ لكل الخشب ديالي جيدا وكينشف بسرعه على فكره، يعني كندير الكوش الاول كنخليه كينشف، والكوش الثاني ما كيستغرقش المده ديال باش كينشف، 15 دقيقه كيكون واجد معايا، يعني دغيا كيوجد. انا غنخليه ينشف على خاطر غنوضعو جانبا، ونمشي المرحلة موالية، ناخد هاد الرجيلات وغندير ليهم هاد الشمع اللاصق وغادي نلصقهم يعني في كلا الطرفين، باش كيعطيني واحد القاعدة ديال هاد الميغواغ ديالي باش كنوقفها. هادو يعني عبارة عن رجيلات، هما راه في الأساس
يعني ديال البوانيات ديال المجوره ديال البلاكارات. كيف ما كتشاهدوا معايا كيلصقوا دغيا بهذا الشمع اللاصق، ثم كناخذ الخشب ديالي اللي صبغته راه دغيا كينشف وكندير فيه هذا الشمع اللاصق، يعني في الجوانب كندير غير في الجوانب، ثم كنلصق على الحافه ديال المرايه جيدا. كيف ما كتشاهدوا معايا راه كيلصق يعني بواحد السرعه فائقه، ممكن تقوموا بهذه العمليه يعني بسرعه، غير توضعوا هذا الشمع اللاصق توضعوا مباشره فوق المرايه يعني في الجنب ديالها، وتاكدوا بان العبار ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. كيف ما كتشوفوا انا كنتاكد من الاسفل بانه ثابت معايا، وغنلصق الجوانب كذلك ديال العرض بنفس الطريقه. هاد البيستولي ديال الشمع اللاصق بالطبيعه الحال كيخدم بالضو، يعني كنديرو يسخن قبل بربع ساعه عاد كنبدا نخدم به. والشميعات راهم رخاصين يعني كيديروا 3 درهم، انا كفاوني جوج شميعات في هاد اللوازم هادو باش لصقتهم. انا باش ندير غطايا يعني واحد الغطايا لهاد الحماله ديالي ديال الفاكهه او الحلويات او لي بونبو، شركت جوج من هاد الخشب المزخرف، شركتهم بجوج ولصقتهم، يعني ما غنلقاش غطايا لهادي، شركتهم بجوج ولصقتهم كيف ما كتشوفوا، يعني راه بسرعه كيلصقوا. بعد ما لصقتهم كيف ما كتشوفوا راه لاصقين يعني جيدا، غناخذ واحد بحال بواني ديال لي بلاكار في لي زيستراس، راه كيتباعوا عند هذا اللي غتاخذوا من عند لي ميغوار، وهذا الخشب المزخرف راه عنده كاع اللوازم. اما بالنسبه لي زيستراس غتلقاوهم عند مالي اللي كيبيعوا الخيط والثوب، هما اللي كيكونوا عندهم. انا غنلصق هاد لي زيستراس في هاد الطول هذا اللي لصقت فيه باش شركت به هاد الحصص ديال الخشب المزخرف اي خشب لايزر، باش ما يبقاش باين داك الديفو او عيب ديال بانهم ملاقيين. كيف ما كتشاهدوا معايا انا لصقتهم وقطعت هاد الفائض، ونمر الان باش ندير الفراقه، يعني غادي نفرقهم 3 4 5 الاشم ما بغيت. انا خديت هاد الطريفات اللي شاطوا ليا من هاد الجوانب ديال العرض، لانني خديت 5 ديال الطروفة، هذا اللي شاط ليا من العرض قطعته على العرض ديال هاد الحماله وكنوضعو. كندير 3 أو 4 أو 5، دابا كنوريكم انا غير الطريقه باش تفرقوا بيناتهم باش كيجيونا مفرقين. ها هما دا 3، من بعد راه غادي نلصقهم، غندير الكولا يعني من تحت الميغوار وغنوضع هادو مباشره وغادي يثبتوا معايا. ممكن ديروا عده يعني هاد الخشبات اللي درت الوسط هاد الخشب مزخرف، ديروا عده حصص على حسب نتوما وشنو غادي ديروا فيها، ممكن تحيدوهم من بعد تخليوها غير وحده كامله او زوج او 3 اللي بغيتو. عندي هنايا البوانيات بالفيسات، غادي نركبهم بالفيسات عبر هاد الثقوب اللي عندي هنايا في الخشب المزخرف، كنحط الفيس في الداخل ثم كندور هاد البواني باش تجي هاد الحماله يعني تكون عمليه ماشي غير ديكور، يعني نهزها ونقدم فيها لي شوكولا لي بونبون مملحات اي حاجه عندي قريشلات كيف ما سبق لي وقدمتها فيهم معكم. انا غنلصق هاد البوانيات على كلا الطرفين. بعد ما كملت هاد الغطايه دورت لها هنا في الجوانب واحد الخيط واحد ديال لي زيستراس بالكولا كذلك، كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي الشكل ديالها رائع جدا. وغادي نحيد هاد لي ديفون ديال الملاقي اللي كيكون هنا في القناص في الجناب، خديت واحد الطرف ديال لي زيستراس وغادي نلصقو هنا في الجناب باش كيحيد ليا داك لي ديفو او داك العيب ديال الملاقيات، يبقى داك الفراغ باين. غنلصق ليه هاد لي زيستراس في الجناب طبعا بهاد البيستولي ديال اللصاق. على فكره هاد الشميعات كيديروا 3 دراهم والبيستولي كيدير 70 درهم 50 درهم 40 درهم على حسب شنو بغيتوا تاخذوا. والان نمروا للعمليه المواليه، يعني غادي نخدم معكم على شكل مربع. كذلك المرايه عندي فيها 30 على 30، يعني مربعه نيشان، وخديت رجيلات كيف ما درت في الاول كنلصقهم بالكولا بالشمع اللاصق. كيف ما كتشاهدوا معايا كيتبتوا بسرعه، غنقوم بنفس العمليه تماما. خديت الخشب وديجا عبرته وقطعته وصبغته، ما بغيتش نطول عليكم المراحل ولا فيديو نبدا نصبغ عاوتاني في هادو الى اخره، يعني راك شفتوا المرحله الاولى نفسها كنقوم بها في المرحله الثانيه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنلصق هاد الخشب مزخرف يعني في واحد الرشيمه مختلفه على الرشمه الاولى، غتلقاو عده زواقات يعني مختلفين لكم الاختيار. ثم كنلصق هاد اليدين كذلك بالفيس كيف ما لصقت الاخرين،
يعني عبر هاد الثقوب هادو، ثم كنحيد هاد لي ديفو كيما حيدت في الاخر لي ديفو، ودرت هنا في الجناب دورت لي زيستراس في الاسفل باش ما كتبان ليناش داك الكولا. ثم عندي هذه اللي غادي تفرق ليا هاد الحماله ديالي ديال الفاكهه بالخشب كذلك مزخرف اللي قطعته على العبار ديال هذه، كندير فيه الكولا ثم كنوضعو في الوسط، وكنوضع جوج ديال الجنيبات هنايا باش يعطوني أربعة ديال الحصص. ممكن تخليوها على زوج، ممكن ديروها على أربعة، ولكن هي الاساس ديالها كتكون على أربعة، يعني الشكل ديالها رائع جدا. انا غنلصقهم كذلك باللاصق ديال البيستولي ديال الشمع. كيف ما شاهدتوا معايا المرحله سهله سهله جدا. وبالنسبه للغطايه هذه راه كتكون متوفره عند الدروغري اللي كيبيع هذا الخشب مزخرف، عنده الغطايات في الاشكال وفي الاحجام اللي داير اللي مربع، يعني غتاخذوا منين تبغيو تاخذوا المرايه قبل ما تاخذوا المرايه كتعزلوا الغطايه، وهي اللي كتقولوا له ديرنا عليها يعني القاعده ديال المرايه اللي غنصنع عليها الحماله ديال الفاكهه. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو المنظر ديالها، هذا هو الشكل ديالها، كيجي رائع جدا. كنديروا فيها لي بومبو او لي شوكولا الحلويات. كيف ما شاهدتوا معايا انا عاودت رجعت قسمتها على 6 ديال المراحل، يعني زدت جوج حصص ديال داك الخشب باش عطاوني 6، كانوا عندي 3 وزدت جوج حصص في الوسط. وهذه اللي درنا فيها المملحات، سبق لي وشاركتها معكم في في الحلقه ديال المملحات. كيف ما كتشاهدوا معايا المنظر ديالهم كيجي رائع وجميل. ها هما دا بعد ما كملتهم وضعت فيهم مملحات كيجيو رائعين جدا، المنظر ديالهم يعني انيق وصنع يعني منزلي 100% يعني صنع مغربي 100%، يعني الا جينا نشريوهم بواحد الثمن يعني مرتفع وما غاديش تاخذوهم بالذوق ديالكم. وملي كنصيبوا شي حاجه في المنزل كيف ما عودتكم دائما كنلقاو واحد الراحه نفسيه. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي المنظر ديالهم رائع جدا وما كياخذوش منكم وقت طويل. انا الاولى كنت صيبتها ما خدتش مني يعني تقريبا ساعه قل ربع، وهذه كذلك يعني بيناتهم ساعتين كتكوني ساليتيهم بالصباغه ديالهم، خصوصا الا استعملتي صباغه ديال البخاخ يعني دغيا كتنشف. والمكونات راهم ساهلين جدا غير مكلفين. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وشكرا لكم المتابعه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالبارطاج كذلك، دعمونا بالبارطاج. وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناه سكينه الصوريه فضلا وليس امرا. كيف ما كتشاهدوا معايا الشكل ديالهم كيجي انيق ورائع جدا وساهلين ساهلين غير زعمي سيداتي. وخذي هذه المكونات من عند اقرب دروغري حداك، قولي له غير خشب اللايزر او المزخرف. والمكونات الصباغه كذلك راه كتباع عنده كدير 13 درهم، انا عطيتكم حتى الاثمنه. وجديهم في المنزل ديالك وبصحه وراحه سيداتي. شكرا لكم المتابعه ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصغيره، ودمتم في رعايه